استقبل سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام البروفيسور قاسم نصار شيخ أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان ورئيس كلية القانون بجامعة هيدرسفيلد البريطانية وذلك بحضور المحامي العام المستشار الدكتور علي لشويخ رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص والأستاذ محمد الهزاع رئيس وحدة التحقيق الخاصة وخلال اللقاء اشاد البروفيسور قاسم نصار بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه مملكه البحرين في مجال حقوق الانسان منوها بالدور المهم الذي تقوم به وحده التحقيق الخاصه في هذا المجال وتضمن اللقاء جوله باقسام النيابه العامه بما فيها نيابه الاسره والطفل حيث تم الاطلاع فيها على الاستراحات وغرف التحقيق الخاصه بالاطفال